واحد بيقول سيلما رأى القديس أغسطينوس المجد الذي أعطاه السيد المسيح للرهبان حزن جدا أنه ليس منه. الكلام ده مش صح، لأن قديس أغسطينوس اترهب. الحكاية دي عن الإمبراطور. الإمبراطور لما عرف المجد الخاص بالرهبان حزن أنه ليس منه، يعني مش على أغسطينوس. فبيقول هل الرهبان عند المسيح رقم واحد في الأبدية والباقي رقم اثنين؟ لا، هو نمرة واحد عند المسيح نقاوة القلب. نقاوة القلب سواء الواحد متزوج او راهب او بتول، المهم يكون نقى القلب، دي نمرة واحد. وجميع الرهبان ان كانوا كويسين هيتكئوا في احضان ابراهيم واسحاق ويعقوب، ودول كانوا متجوزين. والمسيح عشان يوري ان هو عايز الانسان يبقى كويس، ما يهمش راهب ولا متزوج، على جبل التجلي كان محاط ايليا البتول وموسى اللي اتجوز اكتر من واحده. وفي تلاميذه كان بطرس المتزوج ويوحنا البتول. المهم عند ربنا هو نقاوة القلب.